سيداتي أنساتي سادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، الشوط الأول للخيل العربية الأصيلة درجة تكافة تصريف من 70 إلى ما مسافة 1600 متر، ضاوي تيم ثندر ستراك زاهي سانت لوب طامح جهاد الخطاف حسيب الجيلي قندهار وفيتال الفكوي. ينطلق الشوط مع المهندس سامة عمر الدفع جرالد برانشا فيتال الفكوي، في ثاني المراكز الجواد الجيلي سعيد إبراهيم المالكي إفرد فايبر في ثاني المراكز، وثالث المراكز الجواد ضاوي السادة أبناء جاسم محمد الغزالي هاري بنتلي في ثالث المراكز، وتيام ثندر برايك وملكس آدم قرن في خامس المراكز، ومحاولة من الجواد جهاد بملك السادة مربط المغيرات ومارفن سيورلاند. إذا نتظر الصدارة وتابع مع الجواد بيتال الفكوي المهندس سامة عمر الدفع جيرالد فرانش الآن في الصدارة والمركز الأول، محاولة قوية مع الجواد حسيب وملك السيدة حسن علي المطوي وانس السيابي في ثالث المراكز، ومحاولة من الجواد ضاوي ملك السادة أبناء جاسم محمد الغزالي هاري بنتي الآن في رابع المراكز، ويخطف الصدارة الجواد الجيلي ملك السعيد إبراهيم المالكي وإفرت فايفر الآن في الصدارة والمركز الأول، محاولة الآن من الجواد ضاوي ملك السادة أبناء جاسم محمد الغزالي الآن في ثالث المراكز، وارتزر الصدارة مع الجيلي سعيد إبراهيم المالكي إفرت فايفر الخط المستقيم باتجاه خط النهاية، الجيلي الآن يتقدم ومحاولة من ضاوي الآن، ولكن الجيلي في الصدارة والمركز الأول، محاولة الآن من ضاوي ولكن الخطاف الآن ضاوي والخطاف ومحاولة من ضاوي الآن، ولكن تيان ثندر سترايك الآن وضاوي وتيان ثندر سترايك فضاوي الآن ضاوي ولكن تيان ثندر سترايك الآن إلى الصدارة والمركز الأول. تيان ثندر سترايك يخطف هذا. إذن صدارة والمركز الأول مع الجواد رقم 2 تيان ثندر سترايك ملك سعد أمقرن وبيير كمبرتين والباند ميول ألف مبروك، وفي ثاني المراكز الجواد ضاوي ملك السادة أبناء جاسم محمد الغزالي هاري بنتلي، وثالث المراكز الجواد رقم 3 زاهي ملك السادة مربط نجاز ستيفن لجاج، رابع المراكز الجواد رقم 7 الجواد الخطاف سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني تيوشي، وخامس المراكز الجواد رقم 5 طامح ملك السعيد إبراهيم المالكي وجيري كارتر ألف مبروك.